عوده بقى لضيفنا العزيز كابتن فوزي سكوتي. احنا يعني ايه ما تيجي بقى ننتقل على كايرو على كايرو على كايزر تشيفز، عايز اقول السويس والقاهره على كايزر تشيفز وهذه المباراه المرتقبه. وحضرتك شايف مين الاقرب لحسم اللقب؟ لا ان شاء الله الاهلي، يعني مش عايزين يعني نسابق الماتش، احنا نخلص بس من المقصه وبعد كده ان شاء الله ربنا يوفقنا في ماتش كايزر ده. فهو لما اتفرجنا عليهم شفناهم في الماتشات اللي فاتت الخطوط العريضه بتاعتهم هم ما بيضغطش، ما بيهجمش عليك، هو بيقفل كويس، بيعتمد على الكره العرضيه، بيعتمد على الفاولات خارج منطقه الجزاء على اساس بيلعبوا بالهيدرز كويس، عنده لعيبه كويسه بتلعب بالهيدرز زي الماتشات اللي فاتت شفناهم. عندهم دلوقتي هم الكايزر فرقته الثامن على الدوري، يعني بالنسبه له هو الثامن على الدوري، مش مثلا الاول بتاع الدوري، هو الثامن على الدوري. لكن هو اول مره يتاهل اصلا، واول مره يتاهل زي كده. وهو يعني هم عندهم طبعا حماس، مش عايزين نقلل منهم طبعا، والنادي الاهلي معروف كده ومستر موسيماني عامل، وبيجهزوا اللعيبه بعد ماتش المقصه هيبتدي يقفل الدوري خالص ويدخل بقى على الماتش ده، ويبقى فيه معسكر اول ما يرجعوا من السويس على طول هيبقى هيشتغل وهيعمل معسكر طبعا قبل الماتش ده، هيسافروا كمان السفريه دي في المغرب ويبتدوا بقى يركزوا جامد جدا ان هم عايزين يفرحوا الجماهير المصريه. فرقه الكايزر يعني شفناهم، مش عايز اقلل منهم، لان احنا في الكوره اتعودنا كده، عمرنا في النادي الاهلي ما بنقلب الفرقه من اللعيبه، احنا بنلعب قصاد اي فرقه زي اي ده زي ده ده زي ده، بنعمل حسابه ما عشان ربنا يكرمك في الماتش ويتقدر وتحرز اهداف وتسهل عليك الماتش. لان اول ما النادي الاهلي، لان هم بيقفلوا كويس، هيقفلوا كويس اول ما تضغط عليهم، عارفين النادي الاهلي طبعا، النادي الاهلي اسم كبير وعارفينه بطل افريقيا وعارفين انه فرقه جامده جدا، فطبعا المدرب بتاعهم هينزل هيقفل زي ماتش المقاولين، نعتبر اكنه ماتش المقاولين مع اختلاف برضه اللعيبه اللي موجوده. طب هنا ليه ما يحصلش العكس يا كابتن فوزي؟ ليه من منطلق ان هم اول مره يتاهلوا للبطوله عموما ناهيك عن ان هم وصلوا للنهائي ونفسهم برضه يتحط في سجلاتهم ان هم حصلوا على اللقب ده ولو لمره واحده في تاريخهم، فيبقوا اللعيبه نازلين بياكلوا النجيل بالمعنى الحرفي؟ ده اللي هيحصل. بس انا قصدي هم الماتشات اللي فاتوا لعبوا على الطريقه دي، فاعتقد ان المدرب بتاعهم برضه هيبقى ماتش النادي الاهلي عارف قيمه النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي، فهيحاول يقفل كويس جدا على اساس ان ما يجيش فيه هدف في الاول خالص. ده اللي هيبقى السيناريو، الله اعلم هو هيعمل ايه، هو برضه لسه احنا مش عارفين تخيله ايه. لكن احنا لما بنيجي يعني مثلا موسيماني لما بيجي يشوف الفرقه اللي قصاده دي لعبت الماتشات اللي فاتت ازاي، طريقه لعبها، القوة والضعف، الحتة اللي بنلعب على الجناب، بنلعب في نص الملعب، بيبدأ بمين، مين هيحط في الباك شمال، باك الليفت، الحاجات دي بيقعد يتفرج على الماتشات دي وبيشوف اللعيب اللي عنده الجاهزية بتاعته. يا ربنا يبعد عنه من الإصابات يا رب إن شاء الله، لأن بقول لك كل 48 ساعة لما لعيب بيلعب معرض، لزي محمد طاهر أهو، لأن محمد طاهر وبواليا الاثنين النهارده بره التشكيل خالص، لأن بيحصل له شد، ممكن بعد الماتش تلاقي حصل له شد في التمرين. بس ده السيناريو ده ما يحصلش. ممكن في التمرين يحصل له شد برضه، يعني لا قدر الله ممكن اصابه صغيره تحصل، حاجات تمنعه عن المشاركه. فهو على اساس ان هو النهارده هيحاول يخلص، يعني ان شاء الله يبقى ماتش مصر المقاصه ويلاعب اكبر عدد من اللعيبه على اساس يريح اللعيبه بتاعته ويحافظ عليها استعدادا للماتش اللي هو بتاع كايزر. فطبعا ماتش كايزر ده يعني هيبقى ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي دافع جامد ليهم، وانا عارف لعيبه النادي الاهلي لما بيتحطوا تحت المسؤوليه، وزي ما قلنا الكابتن محمود الخطيب هو رئيس البعثه معاهم، وهم عارفين ان جماهير النادي الاهلي او جماهير مصر عامه مستنيه الماتش ده، عايزين يتفرجوا على النادي الاهلي طبعا. وتبقى العشره باذن الله زي ما احنا قلنا، فيا رب ان شاء الله يبقى ماتش سهل واللعيبه على قد المسؤوليه ان شاء الله.